سوق دائم للحرفيين تم الإعلان عنه ضمن باقة من المفاجآت الموعودة في النسخة الثالثة من مهرجان الحرف اليدوية حرفنا. السوق دائم للحرفيين البحرينيين في سوق المنامة، والهدف أن احنا ندعم جميع الحرفيين إعادة منتجاتهم إلى السوق المحلي، وهي للأمانة تجربة فريدة السائح بيخوضها في سوق المنامة القديم بإذن الله. حرفنا بنسخة الثالثة إن شاء الله بيكون العام لها طعم خاص، بأن جمهورية مصر العربية الشقيقة بيكونون ضيف شرف، بيكون هناك 12 حرفي بحريني بنوازيهم ب 12 حرفي مصري، بتكون فرصة للتعاون. السوق الدائم احنا تونا جاهزين منه صراحة، وبينطلق من يوم حرفنا 4 أبريل، وهذه بيكون فرصة لكل الحرفيين البحرينيين. احنا هذه السوق الدائم يعني بيكون في الحرف اللي ذو جودة وابداع وابتكار. المهرجان فرصة لهم للبحرينيين الحرفيين، ان هذه الاجانب اللي جايين حق الفورمولا 1 ان يشوفون صناعاتنا، وان يعني ممكن يطلبون اونلاين من صناعاتنا. كل الحرف اليدوية تعتبر شيء من الثقافة، وبالعكس دي بتعبر عن الثقافة أصدق تعبير. وفوق كده كمان احنا جايبين بعض العروض الفنية عشان تعبر عن الثقافة، وأنا سعيدة جدا باللي أنا شفته النهاردة الحقيقة، وأنا متطلعة لإتمام المعرض عشان نشوف الإنجازات اللي ممكن تتحقق.